السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بتلاميذ الصف الأول الابتدائي. سنأخذ اليوم حرف من حروف لغتنا الجميلة وهي اللغة العربية، ويسمى حرف الضاد. في هذا الفيديو سنتعرف عليه أكثر فأكثر يا أصدقائي. أشكال حرف الضاد: لكل حرف من حروف اللغة العربية شكل يميزه عن غيره، وشكل الحرف نفسه يختلف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. فشكل حرف الضاد في أول الكلمة له يد واحدة يمسك بالحرف الذي بعده، وفي وسط الكلمة له يدان ليمسك بالحرف الذي قبله ويمسك بالحرف الذي بعده، وفي آخر الكلمة له يد واحدة ليمسك بالحرف الذي قبله. وعندما يكون حرف الضاد له يد واحدة أو يدان يسمى حرف الضاد المتصل، لأنه يتصل بحرف آخر ويمسك به. حسنا يا أصدقائي، هل حرف الضاد شكل آخر؟ نعم، أحسنتم. شكل حرف الضاد وهو منفصل ويأتي بهذا الشكل في آخر الكلمة ويكون قبله حرف من الحروف الرفاصة. وسمي حرف الضاد المنفصل لأنه منفصل عن باقي الحروف ولا يمسك بحرف آخر. وصوت حرف الضاد ضه ضه ضه، الحركات القصيرة. والمقصود بالحركات القصيرة الفتحة والكسرة والضمة. هيا بنا يا أصدقائي نقرأ حرف الضاد بالحركات القصيرة: ضاد فتحة ضا، ضاد قصرة ضي، ضاد ضمة ضو. هيا أصدقائي نقرأه مع بعضنا البعض مرة أخرى: ضاد فتحة ضا، ضاد قصرة ضي، ضاد ضمة ضو. وسنأخذ أيضا علامة السكون، والسكون علامة وليست حركة، ولا يأتي الحرف الساكن في أول الكلمة مطلقا. ولكي نكتب الحرف الساكن ونقرأه لابد أن يأتي حرف قبله، كما في كلمة مض مض مضراب، فقرأنا الضاد الساكنة مع الميم المكسورة في كلمة مضراب. هيا نقرأها مرة أخرى: مض مض، فوقفنا على الضاد الساكنة لكي نقرأ الحرف الساكن. هيا بنا يا أصدقائي نروي مع بعضنا البعض قصة حرف الضاد. كان يا مكان، في يوم من الأيام كان هناك أربع أصحاب محبوبين، وكانوا دائما يلعبوا مع بعضهم البعض. حسنا يا أصدقائي، لنرى ماذا يفعل أصدقاؤنا الأربعة. فكان صديقنا الأول كان يحب مشاهدة مباريات كرة التنس، فتمنى عندما يكبر أن يصبح لاعب كرة تنس مشهور ويكون لديه مضربه الخاص به. حسنا، وصديقنا الآخر ماذا يا ترى؟ وكان صديقنا الثاني كان يحب الدفاع عن أصحابه، وكان يكره أن يتأذى أحد، فتمنى عندما يكبر أن يصبح ضابطا لكي يدافع عن الناس ويعطيهم حقوقهم. وصديقنا الثالث كان يحب تناول الحلوى كثيرا حتى صار ضرسه يؤلمه، فتمنى عندما يكبر أن يصبح طبيب أسنان لكي يعالج أسنان الأطفال حتى لا يشعروا بالألم مطلقا. وصديقنا الرابع كان في نزهة إلى البحيرة ورأى هناك ضفدع، فحب معرفة كل المعلومات عن الضفدع، فتمنى عندما يكبر أن يصبح طبيب بيطري ويعرف كل المعلومات عن الحيوانات، ويتعلم من قصتنا رسم الأهداف والعمل على تحقيقها منذ صغرنا. كلمات بها حرف الضاد، ماذا نرى يا أصدقائي؟ أحسنتم، ضرس. وماذا نرى أيضا؟ أحسنتم، ضابط. وماذا نرى أيضا؟ أحسنتم، ضفدع. وماذا نرى أيضا؟
أحسنتم، مضرابه. وإلى اللقاء في فيديو آخر، مع السلامة يا أصدقائي.